احنا برضو عشان احنا بنرحب بيكم النهارده في نادي المحامين نادي النقابة العامة في مدينة 6 اكتوبر، وهو ده من ضمن الممتلكات للجمعية العمومية للمحامين كلنا، يعني ملكنا احنا وانتم ان شاء الله بعد ما تحلفوا اليمين كده وتأيد ابتدائي هتبقوا في اعضاء في الجمعية العمومية، وانتم يبقى ده ممتلكاتكم برضو يعني من ضمن الممتلكات اللي موجودة على مستوى الجمهورية. كل ممتلكات النقابة سواء نوادي او مباني او اي شيء موجود يخص النقابة العامة فهو ملك للجمعية العمومية لمحامين مصر. وانتوا طبعا هتنضموا للجمعية العمومية ان شاء الله. واحنا بنقول النهارده احنا جينا لايه النهارده، بنقول عدد النهارده العدد كبير ليه، لان احنا كنا اجلنا عشان خاطر الظروف اللي بتمر بها البلد اللي هو ايه الحاله بتاعه كورونا دي. فاحنا لغايه دلوقتي طبعا العدد كبير جدا وصل 7000، فاحنا قلنا الحلف اليمين هيبقى في النادي برضو، في نادي نقابه المحامين في النادي بتاعنا في بيتنا، لان المحامي ده لازم تبقوا عارفين قبل ما تبداوا مهنه المحاماه للناس اللي هم هيكملوا اللي هيكملوا في مهنه المحاماه وهيمارسوا مهنه المحاماه. المحاماه دي من اعظم المهن الموجوده في العالم، مش في مصر بس. المحامي ده حاجه عظيمه جدا جدا، والمحامي ده مميز عن كل الفئات اللي موجوده في المجتمع. ليه؟ لانه بيبقى ليه شكل لوحده، نظام لوحده، سلوك لوحده، تصرفات لوحده. ليه؟ لان هو ده، هي دي المحاماه اللي احنا هنتكلم فيها بقى في المعهد بعد كده، ومع النقيب هيبقى يتكلم دلوقتي فيها. فاللي احنا اول يوم النهارده انت حلف اليمين شرط من شروط القيد في نقابه المحامين. يعني لو ما حلفتش مش هناخد ورقك، مش هتنضم للقيد. ولو ما حلفتش وخدت كارنيهك باطل ومش هتبقى محامي. لان الشرط الاول تخيلوا لخطوره الشرط ده، القانون خلاه الشرط نمره واحد اللي هو القسم، حلف اليمين. لان حلف اليمين ده مش مجرد كلمات بتردد، لا، ده كلمات بتتضمن مضمون. والمضمون ده ايه؟ مضمون وموضوع ده، المضمون ده هو مهنة المحاماة. لما تيجي تشوف القسم من اول كلمة لاخر كلمة وتشوف معناها، هو دي مهنة المحاماة. هي دي القسم ده هو مهنة المحاماة. فاحنا النهاردة هنحلف اليمين، وعشان نظرا للعدد الكبير اللي موجود فاحنا حريصين على ان احنا كلنا نستفيد النهارده من اللقاء ده، لان اللقاء ده مش هيتكرر كتير. احنا هنبدا دلوقتي حلف اليمين مع معالي النقيب، مع الاستاذ رجائي عطيه.